الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. العماري مؤسس مهرجان فنون الفرجة ببو حجلة ومن ثم جمعية فنون الفرجة ببو حجلة. مهرجان فنون الفرجة اليوم وصل للدورة السابعة تحت شعار الفن يخرج إلى الشارع من 25 مارس ل 1 أبريل. دورة كالعادة من ركائزها هو التكوين المسرحي، وكان معنا الفنان والأستاذ الفضل الجعيبي اللي أمن ورشة بعنوان الممثل وقرينة من 25 مارس وتم اختتامها البارحة في بوحجلة في ظروف جميلة وفي لقاء ودي بحضور عديد المربين، وتم خلال اللقاء توزيع شهادة المشاركة على المشاركين. اليوم راهنا فيها على مسرح الشارع من خلال برمجة ثلاثة عروض مسرحية، عرض بعنوان قفلة سير مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين، عرض بعنوان خدامة لطلال الأيوب، وعرض بعنوان مريض للمركز الدولي للفنون المعاصرة بالقصري لوليد الخضراوي. عرض الاختتام موسيقي فرجوي من تراث الكاف بعنوان نسمات كافية للفنانة لبنى مقري. إطار خروج المهرجان إلى المقاهي ندوا بعنوان المسرح المدرسي أي أفاق، نطرح سؤال حول المسرح المدرسي، علاش بوحجلة ما فيهش مسرح في المدرسي. لقاء سيؤثثه مجموعة من الدكاترة والباحثين كما محمد الكشو كما الدكتور محمد الهادي الفرحاني. أيضا ندوة علمية بعنوان المسرح المحلي والجهوي بين مسارات التأسيس وتحولات الراهن، إشارة إلى أنه منذ دولة الاستقلال كانت هناك مراهنة على الفن والثقافة سواء ببعث فرق للبلديات، فرق جهوية وفرق محلية. علاش اليوم تراجع المسرح في البلديات؟ وهذه من اقتراح الدكتور سامي النصري أصيل القيروان وبحضور الدكتور ريال القيرواني أيضا، وسيشرف عليها الأستاذ نور الدين الهمامي. وكما سمعت ثرية تجمع بين الفرجة، بين الفكر، بين التكوين، وهذا رهن عليه منذ بعث هذه النواة اللي إن شاء الله تتطور ولما لا تصبح دولية في بوحجلة. شكرا. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.